مش متابعني عشان محتوايا، انت متابعني عشان البنات اللي معايا. انا شايف في الفيديو 4 بنات يا صاحبي، وبعدين دول بنات منظر بنات يا راجل، ده انت لو ضرير مش هتقول على دول بنات. هو انتوا واخدين الحجاب فرد علينا؟ مش فاهم بجد، ما انتوا مش عايزين تلبسوا الحجاب ما تلبسوهوش، عايزين تلبسوه يبقى تحترموه. مش فاهم يعني، هو انتوا ممرمطينه معاكوا ليه؟ دماغك في دخلت الاسلام وفي خدك لسه في الجاهليه هناك. يلي متلي كل تواضع محرم على النسيان. في حته قد كده في جسمك مش باين تفاصيلها عامله ازاي، قد كده هي دي الحته الوحيده اللي باقيه. مش فاهم لا يعني، انت مدريه شعرك وتفاصيل جسمك من اوله لاخره. يا جماعه هو انتوا لو قرع مش هتلبسوا الحجاب تدور بيه قرعيكم؟ انا عارفكم. ده شعري ودي علشان لو حابب تاخد فكره عنها. طول اليوم بيه بقع من هنا اهو، من هنا هتلاقوني قعدت على حاجه. قعدت على ايه؟ قعدت على ايه؟ قعدت على ايه؟ ده نهار ازرق. لا بس هو بقع من الجنب، من هنا من الجنب ده هتلاقيني قعدت على حاجه كده. الكوكو قصدك الكوكو؟ اسكتي، مش انا قعدت على الكوكو بس قعدت على الجنب. حطيته على الكنبه، قعدت عليه بقى عصير. عصير؟ ده هيبقى اسمه العصير ده. فهي بقى انا قعدت عليه من الناحيه دي فشكلي كده عصرته. عصرتيه؟ ده انت مره قادره بقى، ده انت مره قادره بقى ومحدش قدك بقى. اما انت تعصريه من قعدت عليه بس عصرتيه. ده احنا كده بقى نجري، ده احنا كده نستخبى ناخد سواتر. عايزين تعصروا حاجه على تحت ايه رايكم في راينا احنا؟ هو انت كل ده مستنيه راينا احنا في والله عيب، والله العظيم عيب. ده انت واحده فاضل لك 5 دقايق كمان على الشاشه وتبقي الدوبلير بتاع مايا خليفه. نروح نسال جوني سينس رايه هو ايه مش احنا، عشان بس يبقى الكلام واضح. راح احنا بتتكلمي مع الشباب اصلا، لو شافت فراغ بيضه ماشيه في الشارع مش هتحلها. بقول لكم ايه بقى، الطقم ده مبلبل. لا بجد، انتوا قولوا مبلبل ولا مش مبلبل؟ بصي، هو من ناحيه مبلبل فهو مبلبل، بس احنا يا فنانة عايزين نعرف حاجه واحده، هو مبلبل نسبه الى ايه او كنايه عن ايه؟ مبلبل هل علشان مبلول فهو مبلبل، ولا هو علشان البلابل بلبلت فمبلبل؟ عشان بس ايه نعرف البلبله دي كلها جايه منين، عشان احنا النيه عندنا في ذمه الله. خلاص يا اسطى، احنا كلنا عرفنا ان اختك شرنوبه، فبقى ملهاش اي داعي تطلع اختك في فيديو وتشاور لك على حاجه وبعد كده ترجع تشاور على بطنك. يعني يا جماعه انتوا اخواتي يا جماعه، والله العظيم بطننا بتتقزقز من القرف اللي احنا بنفكر فيه ده. بس بجد والله العظيم، يعني دي لما يجي لها عريس ويشوف ام الفيديوهات دي يبقى ايه وضعه في الدنيا؟